أطلق ناشطون ومنظمات مجتمع مدني مطالبات شعبية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، تطالب جميعها عبر الهاشتاج كلنا أحمد علي، تطالب مجلس الأمن بسرعة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. الهاشتاج الذي انطلق قبل موعد الحملة وصل إلى ترتيب متقدم خلال اليومين الماضيين، وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء في الداخل والخارج. النشطاء قاموا بتغيير بروفايل صفحاتهم بصور خاصة وحديثة للسفير أحمد علي، وأطلقوا عبارات الإدانات الواسعة تجاه العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بدعم قطري ومطالب الإخوان المسلمين حزب الإصلاح. يذكر بأن مجلس الأمن سيعقد جلسته يوم 22 من شهر فبراير الجاري لإعادة النظر في العقوبات غير القانونية ضد السفير أحمد علي عبد الله صالح. وتأتي الحملة مع تحركات دولية بدأت لرفع العقوبات المفروضة على نجل الرئيس اليمني السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح التي وصفته برجل المرحلة. وطالبت أيضا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير. وذكرت المنظمات في بيان لها أن قرار العقوبات المفروض على السفير أحمد علي عبد الله صالح مخالف للقوانين والمواثيق الدولية. كما دعت المنظمات المدنية والحقوقية الدول العشر والأمم المتحدة وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة وإصدار قرار يقضي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. ردوا حيلكم يا مؤتمرين، أدعو لكم بالتوفيق وبالنجاح ومن نصر إلى نصر ومن قوة إلى قوة، رجالا ونساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.